بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني تناول الكثير من الطعام والشراب يؤدي للإصابة بالسرطان، يعني هذه نتيجة غريبة جدا وجدها الباحثون حديثا. كذلك يؤدي إلى تغيير شكل القلب، فالإنسان الذي يأكل كثيرا نجد أن قلبه يتضخم ويعني يصبح قلبا مريضا، سبحان الله. وهناك أضرار كثيرة جدا، دعونا نتأمل ما كشفه العلماء وكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قبل 14 قرنا. دعونا نتأمل. يحذر العلماء من أن حالات الإصابة بمرض السرطان آخذة في الارتفاع، وهناك سبب رئيسي وهو الوزن والبدانة. يعني مثلا في بريطانيا هناك 14,000 حالة سرطان سنويا بسبب الوزن الزائد، سبحان الله. يحث الخبراء الناس اليوم على ضرورة النظام الغذائي وعلى الإقلال من الطعام والشراب والامتناع تماما عن الوجبات السريعة واللحوم الحمراء المحفوظة ولحم الخنزير المقدد وأفخاذ الخنزير، بالإضافة إلى التوقف تماما عن تناول الكحول. ويقول الباحثون إن البدانة تؤثر على بنية ووظيفة عضلة القلب، سبحان الله. لذلك هناك دراسة أسترالية حديثة تؤكد أن عضلة القلب تمرض وتصبح أقل نشاطا أثناء الطعام الزائد أو في حالة تناول الوجبات السريعة أو الإفراط في الطعام والشراب، وتظهر الصور كيف أن القلب يتضخم ويصبح حجمه أكبر من القلب الطبيعي، مما يشكل مشاكل أخرى على الجسد. كذلك حذرت صحيفة ديلي تيليغراف أن ربع الأطفال في سن 5 سنوات وأكثر من ثلث الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات يعانون من الوزن الزائد، ويتوقعون أن ترتفع هذه النسبة في العقود المقبلة، سبحان الله. هنا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب ينفرنا من الأكل الكثير أو من الطعام الزائد. لنتأمل ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد، سبحان الله. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيك أيها الإنسان إشارة خفية إلى خطورة أن تكثر من الطعام والشراب. يعني ينبغي أن تخفض تناول الطعام والشراب إلى الحد الأدنى. لماذا؟ لأن هذا يضمن لك سلامة القلب، سلامة الجسد، الوقاية من كثير من أمراض العصر، والتمتع بصحة جيدة. بالله عليكم، هذا النبي ألا يستحق أن يقول الله تعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.